بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ طبعا زي ما احنا شايفين ادي الاكتوديرم وادي الجروف بتاعنا، وهنا ادي الفولد واللي هو معروف باسم الكريست. الكريست تلاقي لونه لبني كده ماشي، والكريست ده بيطلع بره خلاص، والتيوب بتبدا اللي هي لونها ازرق بتبدا ان هي تتكون ماشي، ونيورال تيوب دي اللي هي هتخش في تكوين الايه السباينال كورد اللي هو موضوعنا الاساسي النهارده، ديفلوبمنت اوف ذا سباينال كورد. فانا همسك بقى النيورال تيوب دي وافصفصها. طيب زي ما احنا شايفين ادي النيورال تيوب اهي، وجواها الكنال، وهنا دي اسمها البريموردياوم اوف ذا جانجليوم، دي اللي هتكون الايه الجانجليا اللي بتبقى موجوده على جوانب السباينال كورد. ما علينا، سيبك منها، انا الموضوع الاساسي النهارده اللي هو السباينال كورد بقى نفسه. طيب لما جينا بصينا على الوول بتاعت التيوب، انا عندي هنا وول ودي وول خلاص كده، فهذه اللاتر وول لما جينا قربنا عليها لقينا ان هي عباره عن عده طبقات ماشي، الطبقه الانر او الطبقه الداخليه خلاص كده، والطبقات اللي هي الخارجيه خلاص كده. الطبقه الداخليه دي بنسميها النيورو ايبيثيليال سيلز، نيورو ايبيثيليال سيلز نجيب مستطيلات نيورو ايبيثيليال سيلز، وفي طبقه انترميديت في النص، وفي طبقه مارجينال. مارجينال يعني على الحافه من بره. هو زي ما احنا شايفين عندنا ادي الكريست، وهذا ادي النيورال تيوب عباره عن الابندايمال لاير والمانتل، مانتل دي ميدل في النص، والمارجينال على الحافه. يقول لك الابندايمال لاير دي بتبقى فيها البدايات، انا عندي في سيلز، السيلز الاساسيه اللي هي الموجوده عندي هنا بتبقى موجوده في المانتل لاير دي، بنسميها النيوروبلاست سيلز. النيوروبلاست سيلز دي الخلايا الاساسيه بتاعتنا خلاص، بتبقى موجوده فين؟ في المانتل لاير. يقول لك الابندايمال دي بتبقى السيلز البدائيه، يعني البريمتيف سيلز اللي هي هترجع تكون النيوروبلاستس. يبقى البريمتيف سيلز اللي هي البدايات بتاعت النيوروبلاستس تقع في الابندايمال لاير، النيوروبلاستس نفسها تقع في المانتل لاير خلاص كده. في بعض بقى الزوائد، حاجات كده بتطلع من النيوروبلاست سيلز دي، بتبقى موجوده في المارجينال لاير خلاص كده. طيب وبالتالي لو انا عايز اقول فين الجري ماتر، الجري ماتر هي المكان اللي فيه نيوروبلاست سيلز اللي هي المانتل لاير، دي الجري ماتر بتبقى في النص. طب والزوائد بقى دي اللي هي الاكسونز، دي اللي هي الوايت ماتر. يبقى المارجينال لاير اللي بره دي اللي هي هتكون الايه الوايت، ايه الوايت ماتر بتاعتنا خلاص كده. يبقى دي هتبقى الجري ماتر، ودي هتبقى الايه الوايت ماتر. طيب ودي طبعا مش هتبقى موجوده بقى خلاص، دي بريمتيف سيلز هتتكون، وبعد كده ايه خلاص هيبقى عندي الجري والايه والوايت. طبعا زي ما احنا شايفين ادي الثري لايرز برضو، الابندايمال والمانتل والمارجينال خلاص كده، وفي النص هنا السنترال كانال. بيبدا يكون بقى هنا سالكس، شق، الشق الفاصل ما بين منطقتين خلاص كده، المنطقه الدورزال ودي اللي هي السنسوري، والمنطقه الفنترال ودي اللي هي الموتور. دلوقتي بقى احنا اخدنا انه بيحصل فيوجن هنا في النيورال تيوب. طب لو الفيوجن ده جه وفشل، حدث هناك فيلير اوف ذا فيوجن اوف ذا نيورال فولدس او نيورال كريستس، وظلت الحته دي مفتوحه، تدينا حاجه اسمها السباينا بيفيدا. تعريف السباينا بيفيدا هو خلل في السباين، في العمود الفقري. يعني عندنا ادي فقره اهي، وادي الارش المفروض اللي هو اللي ورا، والارش ده ما قفلش، ودايما بتيجي في اللامبو ساكرال فيرتبري. ابسط واحده او ابسط نوع السباينا بيفيدا اوكيولات، هي بيقول بس ان الفرتيبرا ما قفلتش، بس السباينال كورد والمننجيس في مكانها عادي جوه الفقره زي ما احنا شايفين، وفي شويه هير كده موجود على الظهر. طيب نيجي للمرحله الاعلى شويه، المرحله دي بنسميها مننجيوسيل، يعني حته من المننجيس او الاغشيه السحائيه طلعت عندنا في الساك بتاعتنا، بس ستيل كفرد بالسكين او مغطاه بالجلد عادي خالص. في المرحله اللي بعديها المننجيو مايوسيل، وهنا المننجيس الاغشيه السحائيه وكذلك السباينال كورد، جزء من السباينال كورد طالع في الساق بتاعتنا. وفي بقى الحاجه الاسوأ المايلوسيل، انه السباينال كورد يبقى اوبن، يبقى اكسبوزد تو ذا سيرفيس. زي ما احنا شايفين دي النوع الابسط اللي هو السباينا بيفيدا اوكيولاتا، ودايما دي بتبقى اللي هي النوع الابسط وبيبقى فيها شعر كده ورا. هنا برضو الصوره الاولانيه اللي هي A، دي المننجو مايوسيل، مننجيس مع سباينال كورد طالع في الساك. هنا بقى النوع الاسوأ المايلوسيل، سباينال كورد اكسبوز